إردوغان يطرح تحالفاً إسلامياً لوقف إسرائيل ويدق البوابة السورية، فهل تفتح؟ وما هي الأثمان؟ بعد عشرية النار والدمار، كيف تبدلت المواقف والأدوار؟ وهل تنتصر مقولة الجار قبل الدار؟ ما يجمع أكثر مما يفرق المصالح المشتركة بين البلدين؟ والتحديات الداهمة بين حدي شرق الفرات والشرق الأوسط، ما هي عوامل نجاح المسار؟ دمشق وأنقرة محاولات إطفاء جمر عشرية النار، فهل يتخذ القرار؟ دوائر القرار يأتيكم الأربعاء الساعة 11 مساء بتوقيت القدس الشريف.